السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حاجة يمينة. اليوم غادي نقدم لكم الطاجين بالدجاج والخضرة، بقوا معنا للمقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم الأخوات، اليوم غادي نقدم لكم واحد الطاجين تاع الدجاج. عندي واحد نص دجاجة، وعندي بطاطا وخيزو، وعندي الزيتون، عندي الجلبانة، عندي شوية الفلفلة، عندي بصلة كبيرة مشلضة، عندي الليم المصير، وعندي واحد 3 طريوس نتاع الثومه. عندي غير شويه الملحه على خاطر الليم راه الليم فيه الملحه والسمن فيه الملحه. عندي واحد المعلقه صغيره نتاع السمن، عندي الابزار، وعندي الكركمه العطريه نتاع الدجاج، وعندي سكنجبير، وعندي واحد الكاس نتاع الزعفران، نتاع الماء ديال الزعفران. درت الزعفران درته في الماء، غادي نبيعها غادي نشرمل. وعندي ما بين زيت العود وزيت العاديه ربع كاس، وان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. ها هو ندير داك الزعفران، داك الماء ديال الزعفران الحر، وندير شويه العطريه الكركمان، وهذا هذا الشيء كلشي نديرو هكا. هذا الشيء غادي نديرو وغادي نخلطو شويه غليديه، وغادي ندير فيه شويه الدجاج. غادي ندير فيه الدجاج غير يتشرمل قد ما شرمل، شرملو مزيان. دخلوا فيه كاع هاد العناصر باش يتشرمل مزيان، وغادي نخليه ينسجم شويه مع بعضه بعض. خليوه 15 دقيقه الا كنتو زربانين، ولا الا ما كنتوش زربانين راه واخا ساعتين واخا ليله في الفريغو ما عليه والو، يبقى مزيان. ما حد هو تدخلوا العطريه وتدخلوا يجي مزيان. انا بغيت نديرو فيه الساعه، راه نخلي غير 15 مينوت 15 دقيقه وغادي غادي نديرو يطيب. خليته واحد 15 دقيقه حتى تدخل فيه ديك العطريه ودخل. غادي نشد الزيت ديال غادي ندير الزيت، ندير تحت الزيت، وغادي نزيد شويه البصله. غادي ندير غير شويه تحت منه ونزيد شويه الفوق غير باش تدخل تحت والفوق البصله. غادي نبدا نحط الدجاج ديالي، نحطو هكا، نحط الدجاج نص دجاجة، تقدروا الاقتصاد غير نص دجاجة دير لكم لا توكل لكم وليداتكم. غادي نزيد البصلة فوق منو، نزيد هاد البصلة فوق منو، ونزيد دوك الدروسان تاع التومة نديرهم فوق معنا هكا كل شوية شوية، ونزيد شوية قزبر ومعدنوس، شوية نخليه في التالي، نزيد شوية قزبر ومعدنوس. وغادي نبدا ندير البطاطا ونديرها خز، ونبدا ندير البطاطا. صافي غادي نضيف البطاطا والخز، ها هو نديرو له هكا كاع نديرهم على الجناب. نزيد الجلبانة فوق منه، نزيد الزيتون، ندير الزيتون، نزيد الفلفلة الحمراء، نزيد الفلفلة الحمراء نزوق بها الفوق، الخضرة نزيد عليها شوية الليم المصير كل بلاصة باش يدخل معاه. نزيد ندير القزبر ومعدنوس فوق الشا، وهذا هو الطاجين ديالنا. نخليوه يطيب، وغادي ندير له هذا واحد الحراره حاره من الفوق،
وداك الماء ديال الزعفران وديال هذا نديرهم فوق منه شويه على حساب نص كاس هكا ديال نديرهم فوق منه وشويه السمن نديرو هكا مع الطرف طرف ندخل فيه غير شويه السمن اللي عنده اللي يبغي اللي ما يبغيش ما يديرو شويه النار مهيله ونحطو فوق منه ونغطيه ونخليه يطير. ها هو الطاجين راه غادي يطير كي تسيبوه كاع يشرب الماء عاد باش تحطوه. ها هو فيه شويه الماء راه قريب يطير كي يشرب كاع هذا الماء على خاطر الماء ديال الخضره ديال الجلبانه ديال البصله كاع الماء هذاك يبقى يطلق. ها هو طلق الماء غير ذاك الكاس اللي درت فيه نتاع الماء الاول اللي بقى. ها هو دوك راه قريب يطيب واحد 15 دقيقه نحطوه. السلام عليكم. بعد ساعه المقانه الطاجين ديالنا وجد وجهائل والمذاق ديالو يا سلام تبارك الله. جربوا الوصفه وما تنساوناش في التعليق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء ان شاء الله.